حيث أجرى أسطول البحر الشرقي الصيني تدريبات طويلة المدى في بحر اليابان. وأجرى صرب القذائف المقاتلة عمليات محاكاة لطيران طويل المسافة لتحسين قدرته على الوصول إلى مداها الأقصى. كما قام الأسطول بمحاكاة لإطلاق صواريخ ضد سفن العدو. ووفقا لمسؤول في البحرية الصينية، التزمت التدريبات الروتينية بالقانون الدولي، وهي غير موجهة ضد أي بلد أو منطقة أو هدف.